خلي بالك لما تيجي تعمل رز بالفواكه، انا جبت معلقه بريئه لسه جديده، جايبها لسه النهارده. اه لا عدت على بصله ولا تومه، لان هشتغل في رز بالفواكه. رز بالفواكه مقاديره على الشاشه، تشكيله من الفواكه، تفاح اخضر واحمر عشان محدش يزعل، معانا عنب، معانا فراوله، معانا موز، معانا جوافه، معانا جنزبيل، معانا كيوي. كل الفواكه دي تتقطع فروت سلطات بحجم كبير شويه اهو، نجيبها كده. ايه الجمال والحلاوه دي؟ اهو زي الفل، دي فواكه متقطعه. حلو، هوريها لحضراتكم كده سريعا. اللهم صل على النبي. اهي فواكه متقطعه بالشكل ده كده، نصفيها من الشربات بتاعها. دايما الفواكه لما تجيبيها وتقطعها فروت سلطات تحطيها في محلول حامض. ايه محلول حامض ده يا عم الشيف؟ احنا مش عايزين كيمياء، كلمنا بالعربي. يعني تجيبي كوبايه ميه تحط عليها عصره ليمون، تقعد الفواكه عندك اسبوع في الثلاجه لونها حلو بكل الوانها، التفاح بلونه والموز بلونه والعنب بلونه وهكذا. اهي الفواكه جاهزه اهي، ونشيل الميه دي مش عايزها. حلو الكلام. نرجع لعم القلقاس. القلقاس بيتجاب يتقطع، نجيب الخضره بتاعته في قلب الخلاط، كزبره خضراء، لو عندك شويه سلق يبقوا زي الفل، توم، كل دول ينضربوا في قلب الخلاط. بنحمر بصله حلوه على النار، ونجيب معلقه معجون طماطم مع البصلايه وتتحمر في معلقه سمنه بلدي. بناخد الخليط اللي انضرب في الخلاط ده بنسقطه على البصلايه، وناخد القلقاس بتاعنا ياخد غلوه في قلب الموضوع. عايز تعمله باللحمه المفرومه بنحط له لحمه مفرومه، ممكن نقطع مكعبات لحمه عليه مفيش اي مشكله. كده الفواكه جاهزه، وهشتغل دلوقتي في رز بالفواكه. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. هنعمله بالزبده ولا بالزيت؟ هو ده الكلام. معانا جنزبيل طازه، معانا معلقه زبده، معانا حله على النار. تعالوا دلوقتي نشوف التكنيك عشان ده مهم جدا. انا طبعا هستخدم زبده، والزبده هنا معانا جنزبيل وزبده ورز. حلو قوي. هنشتغل ازاي؟ المعلقه بتاعتنا زي الفل. باخد الرز ده كده، شوف انا هشتغل ازاي. بحط معلقه الزبده على الرز، هتطش في النار، ركزي في الموضوع ده. واقلب الرز كده، واخد الرز زي ما هو كده. لان لو حطيت الزبده دلوقتي في طاسه سخنه هتسود مني. وحمر واحده واحده كده. بالطريقه دي كده. افلفل الرز بالزبده، والرز بيتفلفل احط عليه القرفه الناعمه. شفت الجو ده كده؟ هو ده الجو. شفت التكنيك العالي؟ كده بضمن ان الزبده ما تتحرقش مني ولونها يتغير، تبوظ لي طعم الرز. تكنيك عالي، الخبره لما بتلعب دورها هنا مهم جدا. زي الفل. احمر كده الزبده مع الرز. وانا في خلي التحمير معايا قرفه ناعمه، فين القرفه؟ اهي معايا فواكه جاهزه حلوه. بحب القرفه الكتير انا مع الفواكه زي الفل، لان في تفاح هنا. ونقلب دول مع بعض. سيبوني بقى اعيش مع رز بالفواكه، والطبق ده طبق مميز هيخلينا ناكل الفواكه اللي احنا مش بنحب ناكلها لانها شويه حامضه، او شويه اولادنا ما بياكلوش منها. لما اقول حامضه تتفهم يعني فيها حامض كتير، يعني عامله زي الليمون كده. هنطلع فاصل صغير ونشوف ازاي نضيف الجنزبيل الطازه الفريش مع طبق بالفواكه اللطيف الحلو، واحنا كلنا عارفين فوائد الجنزبيل مع القرفه وخاصه في ايام البرد. ونكمل حكايه الرز بالفواكه مع الجنزبيل وحقوق الطبع لدينا وبس. الزبده دابت جوه الرز، والرز اتعرف على الزبده، مش الرز لوحده بقى قرفه ناعمه. فين القرفه؟ مغيره طعم وشكل الرز. ده الرز المصري. نعم لا لازم رز مصر. الطبق ده ما يبقاش حلو غير لما يتعمل بالرز المصري. اللي بنصدره للدنيا كلها. حلو. الزبده راحت فين؟ ساحت وراحت مطرح ما راحت. ناخد الفواكه بتاعتنا، ينزل كده. حلو، سؤال وجيه جدا، سؤال جانا من مين؟ سأل على السوشيال ميديا عشان برضو نوجه له. يا استاذه غاده، ينفع تحط مستكه مع الرز؟ بس طعم المستكه هنا هتغلب على الفواكه شويه، بس اذا احنا بنحبها مفيش مشكله. الله على الفواكه والوانها الطبيعيه واشكالها الطبيعيه. الطبق ده بقى ميزته ان هو ايه؟ كبار السن، مامي بابي اللي في البيت عندنا، حبايبنا جيراننا. ايه المشكله لما نهديهم كده؟ ممكن الجيران ما شافوش الحلقه النهارده، لما يعجبهم الطبق ده. والله بتفرج على القناه الاولى، شفت الشيف المغازي عمل رز بالفواكه، يا اختي جاب فواكه قطعها مكعبات زي اللي بنعملها فروت سلطات عارفاه. وجاب رز مصر، كوبايه رز مصر اتغسلت، بس حمر الزبده مع الرز وحط عليها فواكه بالشكل ده كده.
وقلب. لسه معايا هنا ميه بتغلى على النار، مش حليب يا شفيق. لسه. حلو الكلام ده، مش هياخد وقت كتير. وعنا جنزبيل طازه. ناخد الجنزبيل ده كده. الجنزبيل ده بقى هو اللي هيقلب كيانها خالص. جنزبيل وقرف هو الطعم هنا. الجنزبيل مفيد جدا، من ضمن الدرنيات زي البصل زي الثوم، وهو طبعا يتصدرهم ويبقى هو الاسد في وسطيهم، الجنزبيل بالذات، عشان كده بتلاقوا سعره غالي شويه. ده دوره بيعالج الكوليسترول، المشروب بتاعه كمان حاجه مهمه جدا، بيحرق الدهون في الشرايين الدقيقه للجسم. ده جنزبيل طازه موجود عند اي فكهاني، مش هنجيبه من بره ولا حاجه. وسعره في متناول الجميع، ينزل على الفواكه. الله على الاخراج، الله على الصوره الحلوه. زي الفل. معانا ميه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. شيل المصفى دي كده. الميه دي ميه عاديه خالص، بس يفضل ان هي تكون ميه مغليه عشان نكسب وقت. يا ويلي. ارفع ايدك انت مصر، كفايه، لان هنا الفواكه غنيه بالسوائل. المطبخ لما بقول رؤيه وفن وابداع، الميه هنا او نسبه الميه هنا مع الفواكه دي بالذات لازم يبقى فيه كنترول، لان عندك التفاح، عندك الفراوله، عندك الموز، دي كلها هتنزل سوائل دلوقتي، فما تكتريش الميه كتير. الرز هنا مع الفواكه يقول لك اتقل على الرز يا مغازي لما يستوي، بس مش قبل ما يغلي. ابص عينيا كده بس، هغطيه عموما كده اهو واسيبه شويه. حلو الكلام. ونقفل كل النار اللي معانا عشان نوفر فاتوره الكهرباء، مهم جدا وانت في المطبخ حنفيه مفتوحه على الفاضي بلاشها. حلو الكلام. غاز مفتوح على الفاضي بلاشه، مش تقولي فاتوره الغاز بتيجي رخيصه، لا لا لا، تحط لها زيت الزيتون مع التوابل تبقى لطيفه كده، وتخش الفرن في درجه حراره فرن عاليه جدا. ليه يا عم الشيف؟ عشان البطاطس ما تنشفش وتبقى معاك زي السفنجه. شايفين الفواكه واخده اللون الطبيعي بتاعها، الاخضر اخضر والاحمر احمر بالشكل اللطيف ده كده. زي الفل. طعم الجنزبيل والقرفه هو الغالب، اللهم صل على النبي.